كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، كان أجدادنا الفراعنة لما يحبوا يستأصلوا عضو أو يعالجوه كانوا بيستخدموا لده طريقة اسمها الوخز بالإبر. بعد كده في العصور القديمة بدأوا يكتشفوا بعض النباتات واللي كانت بتقلل الشعور بالألم ولكنها مش بتقضي عليه نهائيا، وده لأن أخذ كمية كبيرة من العقاقير دي ممكن يعرض حياة المريض للخطر، ويبقى بدل ما ريحناه من ألم العملية ريحناه من الدنيا خالص. وكمان من الطرق المستخدمة قديما انهم كانوا بيستخدموا المطرقة ويضربوا على منطقة معينة في الجمجمة، وساعتها المريض يغيب عن الوعي ويبدأ الطبيب يعمل العملية براحته. بعد كده ظهرت طرق تانية للتخدير زي الحشيش والأفيون والكحولات وحاجات تانية كتير، ولكن مع تطور الطب وفي محاولة للوصول لأفضل الاختيارات اللي تؤدي المطلوب منها وفي نفس الوقت تسبب أقل ضرر ممكن، فالحمد لله وصلنا للصورة المتقدمة اللي بيتعامل بيها أطباء التخدير النهاردة. وفي السنوات الأخيرة أصبح تخصص التخدير من التخصصات المهمة جدا والمطلوبة دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا زميلتكم آية نصر من الفرقة الرابعة، والنهاردة هنتكلم عن محاضرة مهمة جدا ولذيذة جدا جدا بعنوان الجنرال أنستيزيا. زي ما قلنا تخصص التخدير من التخصصات المهمة جدا والمطلوبة دلوقتي، لذلك كلامنا النهاردة هيفيدكم جدا في حياتكم العملية، فركزوا معايا في كل كلمة ويلا بسم الله نبدأ المحاضرة بتاعتنا. بداية كده احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن اول حاجة طبعا الديفينيشن، نتكلم عن تعريف الجنرال انستيزيا، تاني حاجة الميكانيزم اوف اكشن بيشتغل ازاي، تالت حاجة الكومبوننتس او الستيبس، وبعدين هنتكلم عن الستيجز بتاعت الجنرال انستيزيا والكلاسيفيكيشن سواء انهاليشن او انترافينوس، وهنتكلم عن أمثلة لكل نوع منه. بداية في التعريف بيقول إن الجنرال أنستيزيا هي ريفيرزابل ستيت. ريفيرزابل أو ريفيرزابل، ما هو لو حد مننا حصل له تخدير أو دخل العملية أكيد طبعا بيرجع لوعيه الطبيعي تاني بعد مرور وقت من الزمن. طيب ريفيرزابل ستيت بتتكون من إيه أو بتتميز بإيه؟ بتتميز بخمسة لص. طبعا احنا بنتكلم عن التخدير فطبيعي هيبقى فيه loss of consciousness، هيبقى فاقد الوعي. طيب طالما هو فاقد الوعي يبقى اكيد مش هيحس، loss of sensation واللي بنسميها الانالجيزيا. تمام، طيب هو مش بيحس يعني مفيش حاجه مفيش فعل داخله، فبالتالي مش هيبقى فيه رد فعل صادر منه، loss of sensation and loss of reflexes. طيب وعندنا كمان حاجتين بحرف الام، loss of muscle tone اللي هي muscle relaxation مكتوب عندكم في الكتاب كده، واخيرا temporary loss of memory muscle tone and memory، ودي مكتوبة عندكم في كتاب انتروجريد امنيزيا. انا يعني غيرت في الكلام شوية عشان يبقى كله خمسة لص عشان السكيما بتاعتنا، ولكن هي مكتوبة عندكم بالالفاظ دي، analgesia muscle relaxation and anterograde amnesia. يعني ايه anterograde amnesia؟ يعني بينسى بس الفترة ما بين بداية تخديره لحد ما يفوق من البنج. يبقى احنا عندنا الجنرال انستيزيا هي عبارة عن ريفيرسبل ستيت بتتكون من خمسة لص، طبعا هيبقى فاقد الوعي، فاقد الاحساس، ومعندوش رد فعل، يبقى consciousness sensation and reflexes، واخيرا حاجتين بحرف الام، muscle tone and temporary loss of memory. طيب هنتكلم عن عنوان يعني كلمتين بساط كده، حاجة اسمها reticular activating system. دي منطقه في الدماغ في البرين ستيم بالتحديد بتبقى مسؤوله عن الكونشسنس، مسؤوله عن الانسان يبقى صاحي كده وفايق. طيب احنا ليه هنتكلم عنها؟ علشان دي اول مكان بيشتغل عليه الجنرال انستيزيا، هي البرايمري سايت اوف اكشن للجنرال انستيزيا. يقول لك ان هي سنسيتيف قوي للديبريسنت اكشن بتاع الانستيك. تمام، لذلك برضه هنلاحظ في الصوره هنا اهو الاشارات طالعه لفوق وبتعمل ايه؟ ويكنس، تبقى مسؤوله عن الويكنس او الويكفولنس او الكونشسنس. تمام. طيب المعلومه الثانيه قال لك ان الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم ديت هي عباره عن كومبلكس بولي سينابتيك باث واي. يعني ايه؟ زي ما احنا شايفين في الصوره كده هي عباره عن ايه؟ كميه يعني نيورونز كتيره بتسلم بعضها، ادي نيورون اهو بيسلم نيورون تاني اهو. تمام، بعد كده بتطلع في الاخر، هي طبعا من البرين ستيم، بعد كده بتطلع في الاخر الى ايه؟ الكورتكس، بتديفيوز الى الكورتكس. تمام، يبقى الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم هو عباره عن كومبلكس بولي سينابتيك باث واي. تمام، في البرين ستيم ريتيكولار فورميشن بتعدي من خلال ايه؟ الريتيكولار فورميشن دي، وفي الاخر بتطلع الى ايه؟ الكورتكس.
طيب نتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن، ازاي بيشتغل الجنرال انستيزيا. طبعا اي حاجه بتاثر على الدماغ طبيعي طبيعي بديهيات ان هي تكون فات سوليبل او ليبت سوليبل عشان تعدي البلود برين بارير، فدي كده ايه معلومه بديهيه. تمام طيب خلينا الاول قبل ما نتكلم على الجنرال انستيزيا بتعمل ايه، خلينا نشوف الاول وزاوت انستيزيا ايه اللي بيحصل. طبعا وزاوت انستيزيا الامبلس بتعدي من نيرون الى نيرون تاني وبتمشي وكله بيسلم بعضه والدنيا بتبقى ايه ماشيه سكينه في حلاوه. طيب مع الانستيزيا بقى ايه اللي بيحصل؟ قال لك ان الامبلسز بتيجي، يعني الاول بيبقى الجزيئات بتاعه الانستيك ايجنت ديت بتيجي على السيلمن برين بتاع الخليه، ثواني نعمل زوم، بتيجي على السيلمن برين بتاع الخليه العصبيه وبتعمل ايه، بتيجي تدخل تلخبط الدنيا. يعني المفروض ان هي بتدوب تمام في الـ في الـ في الـ في الليبت فوسفو باي لاير ديت، في الفوسفو ليبت باي لاير، وبتعمل ايه، استنى ثواني، بتدوب في الفوسفو ليبت باي لاير ديت، ولكن هي مش بس بتدوب فيها ده، بتدخل تلخبط الدنيا. شايفين الجزيئات بقت عامله ازاي؟ تمام. طيب فبتكون النتيجه ايه، ان الخليه بتقف كده، بتوقف حارس على البوابه بتاعتها وتقول لها لا معلش عدي علينا بكره، احنا دلوقتي مش فاضيين بنروق المكان. تمام. فبيحصل ايه، فبالتالي بيحصل ديلي الامبلس، لما تيجي تدخل هتلاقي ايه حاجه واقف لها على الباب كده بتقول لها لا عدي علينا بكره، احنا مش فاضيين دلوقتي. فيحصل ديلي في توصيل الامبلس، يعني الانستيك ايجنت لما تيجي تدخل هنا هتلخبط الترتيب بتاع الفوسفوليبيدز، فلما تيجي الامبلس من خليه لخليه ثانيه هتحصل ايه، ليها تاخير. خلينا نقرا الكلام. ماشي، يقول لك ان الجنرال انستيزيا بتكون هايلي فات سوليبل، خلاص دي معلومه قديمه. بيحصل ايه، ان هي بتديسولف في الليبت باي لاير بتاعت النيورونال سيلز، النيورونال سيل ميمبرين. بتعمل ايه، بتعمل ديس اورينتيشن للفوسفوليبيد يونتس، بتلخبطها بتخليها يعني ايه بطريقه عشوائيه. فبالتالي بيحصل ايه، ديلي للامبلس كوندكشن في النيورون، بتقول لها اعدي علينا بكره، بتتاخر في توصيل الكوندكشن. فبالتالي هنستنتج من المعلومه دي ايه، ان الجنرال انستيزيا بس كل اللي بتعمله ان هي بتفقد الكونكشن ما بين النيورونال سيلز وبعضها، بتاخر العمليه شويه ولكن مش بتوقف المخ تماما عن الشغل. طيب الحاجه الثانيه في الميكانيزم اوف اكشن، قال لك ان هي بتنترفير مع الصوديوم انفلوكس، بتيجي برضو تقف كده على بوابات الصوديوم دي وتقول محدش هيدخل هنا، محدش هيدخل صوديوم هنا. تمام. فبيحصل ايه، بتقل الابيليتي بتاعه الصوديوم تشانلز ان هي تفتح. طيب الصوديوم اصلا المفروض ان هو وظيفته ايه، المفروض ان هو لما بيدخل جوه الخليه بيعمل لها اكتيفيشن. طيب احنا هنا منعنا دخول الصوديوم، فبالتالي هيحصل انهيبيشن، يعني من الاخر اللي هو الحاجه اللي احنا هنعملها اللي هي السيديشن او الانستيزيا. طيب الحاجه اللي بعد كده ان هي بتزود الترانسميشن بتاع الانهيبيتوري سينابسز، اللي هي زي الجابا، الجابا ريسبتور دوت من الانهيبيتوري ريسبتورز، اللي هي المفروض لما بتتنشط بيحصل انهيبيشن للسي ان اس. تمام. فهو بيزود الترانسميشن بتاع الايه، الانهيبيتوري سينابسز دي، بيزود الجابا، بيزود حاجه انهيبيتوري، فبالتالي بيحصل انهيبيشن للسي ان اس من خلال ايه، من خلال انه بيدخل كلورايد كتير. يبقى احنا كنا عارفين ان الصوديوم انفلوكس ده بيعمل اكتيفيشن للخليه علشان هو يعني خلايا بوزيتيف تشارج، فبالتالي بديهيا جدا لما ندخل نيجاتيف تشارج دي هتعمل عكس الاكشن، فبالتالي هتعمل انهيبيشن. يبقى الميكانيزم اوف اكشن، يبقى الميكانيزم اوف اكشن زي ما قلنا، اول حاجه ان هو بيدخل في الليبت باي لاير ويعمل لها ديس اورينتيشن، بيلخبطها فبيديلي الامبلس ان هي توصل. تاني حاجه ان هو بيمنع دخول الصوديوم اللي هو بيعمل اكتيفيشن، وبيدخل الحاجات اللي هي بتعمل انهيبيشن. تمام. طيب عندنا ان بي صغننه كده وان بي تانيه كمان، بيقول لك ايه، ان الاناسيتك بتدبرس كل الاكسايتابل تيشو، كل الانسجه القابله للاثاره هي بتعمل لها ايه، ديبريشن. ايه هي الخلايا القابله او الانسجه القابله للاثاره، اللي هو زي النيورون، زي الكاردياك ماسل، زي السموث ماسل، زي الستريت ماسل، ماسل بكل انواع. المعلومه الثانيه ان هو بيقول لك ايه، الراس
الراس اللي هو مسؤول عن الكونشسنس هو ده بيكون موست سنسيتيف، ودي معلومه قديمه احنا لسه قايلين ان هو سنسيتيف جدا للديبريسنت اكشن. تمام. المعلومه اللي بعد كده انه بيقول ان في معظم الاناسيتيك ايجنت السيفتي مارجن بتاعتنا بتكون صغيره. يعني ايه السيفتي مارجن قليله؟ يعني احنا بنتعامل معاها بالشوكه والسكينه قوي، اللي هو دوس يعني دوس بتبقى محسوبه جدا جدا عشان اي غلطه هتعمل كارثه. فبالتالي السيفتي مارجن بتاعها قليل، يعني احنا لازم ايه نبقى حاسبين الدوز بطريقه كويسه جدا، ولازم نبقى واخدين في الاعتبار كمان حاجات تانية زي السن وزي الوزن وزي الهيستوري وزي لو بياخد مثلا ادويه تانية، لان ممكن الادويه التانية دي بتحسن اساسا شغل الانستيزيا، فبالتالي احنا محتاجين كميه صغيره. ما علينا، بناخد في الاعتبار حاجات تانية، مش بس ايه احنا بندي الانستيزيا كده وخلاص. طيب قال لك كمان ان الكارديوفاسكولار اند ريسبيراتوري ديبريشن بتكون كومن ادفيرس افكت، بيحصل ايه تاثير عليهم. احنا لسه قايلين ان هو ايه اي حاجه من الاكسايتابل تيشو دي ايه بتتاثر بالانستيكس، شايفين اهو الهارت واللنج بيعيطوا، او يعني ايه كومن ادفيرس افكت. طيب ندخل على عنوان جديد وهو الستيبس اوف جنرال انستيزيا. عندنا 3 ستيبس. اول ستيب هي البري ميديكيشن. طيب احنا ليه بندي دواء قبل الانستيزيا؟ قال لك ان الانستيزيا اساسا احنا قلنا ان هي بتعمل 5 لص. طيب هل كله بيعمل الخمسه بنفس الدرجه؟ الاجابه لا. الاجابه انه اساسا كل حاجه بتبقى ايه يعني ليها تخصص في حاجه معينه، او مثلا حاجتين بس، مفيش حاجه بتعمل الخمس حاجات بنفس الكفاءه. فاحنا بندي بري ميديكيشن علشان يساعدها في عمل شغلها، ونوصل في النهايه لان الخمسه لص يبقوا تمام وكل حاجه ايه زي ما احنا محتاجين. طيب الخطوه الثانيه او الستيب الثانيه ان احنا نعمل اندكشن اوف انستيزيا، ان احنا نبدا بقى ندي الانستيك ايجنت. ثاني حاجه ان احنا نمنتين الانستيزيا، نخلي البيشنت تحت تاثير التخدير خلال العمليه، عشان ما يصحاش مننا في نص العمليه تبقى كارثه يعني. اوكي، يبقى الستيبس بري ميديكيشن اندكشن اند مينتنس. طيب البري ميديكيشن ايمز تو ايه؟ احنا لسه قايلين ان هو بيساعد الـ الـ الادويه علشان ايه تقوم بشغلها الكامل. طيب عندنا ايه 4 ايمز. اول حاجه ان هو ايه يريليف الانكزايتي، يقلل ايه الانكزايتي دي، يعني ايه حد يبقى هايبر قوي يعني. قال لك ان احنا بنستخدم عشان نريليف الانكزايتي حاجه اسمها اورال بنزو ديازيبام. البنزو ديازيبام او الديازيبين ده اصلا دواء مضاد للصرع، بيقلل التشنجات او بيقلل ان حد يبقى اكزايتابل قوي. تمام. طيب الحاجه الثانيه ان احنا نمنع البارا سمباثيتك افكت بتاع الجنرال انستيزيا. ما هو الجنرال انستيزيا دي ممكن تعمل الريتيشن للريسبيرتوري سنتر مثلا، فتزود البرونكيال سكريشن مثلا. ممكن تعمل تاثير على القلب، تعمل له توكسيس كارديك توكسيستي فتعمل برادي كارديا. ممكن تزود السلايفيشن، فاحنا عايزين نمنع البارا سمباثيتك افكت ده. فهندي ايه؟ هندي حاجه ماسكارينيك انتاجونست، ندي حاجه تضاد عمل البارا سمباثيتك ده، اللي هي ايه الاتروبين. تمام. طيب الحاجة التانية او الحاجة التالتة بقى ان هي برضو ممكن تعمل ايه، تؤدي دور من الانالجيزيا، لان بعض ادوية التخدير مش بيبقى يعني فعالة قوي في ان هي تقلل الالم. فاحنا ايه ممكن ندي اوبيويد كبري ميديكيشن. تمام. طيب بندي كمان انتي ايميتك علشان بعض الادوية برضو بتعمل فومتنج، دي اصلا سايد افكت مشهورة جدا لاي دواء، هنلزق في اي حتة فومتنج دايري فومتنج دايري. فالانتي ايميتك بقى ايه زي الدروبريدول وميتو كلوبروميد. هنسكمها في ايه؟ نقول ان ميتو وقع. تمام. تمام، ميتو كلوبروميد وايه دروب اللي هو وقع يعني او سقط او كده. تمام. يبقى البري ميديكيشن بيهدف الى 4 حاجات. ايه هما ال4 حاجات؟ يقلل القلق انكزايتي، ويقلل الالم، يبقى قلق والم. تاني حاجه ترجيع انتي ايميتك، سوري على اللفظ يعني. واخيرا ايه تاثير البارا سمباثيتك، يبقى قلق والم وترجيع وايه وبارا سمباثيتك. وكل حاجه فيهم هنقول طبعا المثال اللي بيعملها. طيب احنا ممكن نراجع على اللي احنا قلناه سريعا كده خلال شويه اسئله يعني. طيب اول حاجه لو هنعرف مثلا جنرال انستيزيا، قلنا ان هو عباره عن ريفرسيبل ستيت، ريفرسيبل ستيت بتتكون من 5 لص،
خمسه لوس، قلنا خمسه لوس اللي هم ايه، لوس اوف كونشسنس، يفقد الوعي، يفقد السنسيشن ما بيحسش، يفقد الريفلكسز كنتيجه ليها، واخيرا 2 ام اللي هو ايه، الماسل تون، وايه، وانتروجريد امنيزيا او تمبرري لوس اوف ميموري. طيب السؤال التاني بيقول لك انيوميريت الستبس بتاعه الجنرال انستيزيا. الجنرال انستيزيا احنا قلنا ان هي تتكون من 3 ستبس، بري ميديكيشن، تمام، والخطوه الثانيه الاندكشن، والخطوه الثالثه اللي هي المينتنانس. طيب قال لك ايه بقى الاكزامبلز بتاعت البري ميديكيشن في الجنرال انستيزيا، احنا لسه قايلينهم اربعه، اربعه اكزامبلز. اول حاجه احنا عايزين نقلل القلق، فبنستخدم بنزودايازيبين عشان الانكزايتي. تاني حاجه عايزين نقلل الالم، فبنستخدم اوبيويد. اوبيويد اللي هو ايه، اللي هو الافيون والهيروين والمش عارف كل الحاجات اللي بتهدي النار، تمام، ماشي. فدي كده بتستخدم كانالجيزيا. طيب الحاجه الثالثه احنا عايزين نقلل كمان ايه، الباراسمباثيتك افكت، فبنستخدم اتروبين. الحاجه الرابعه ان احنا كنا عايزين نقلل ايه يا اولاد، بسم الله، ماشي ماشي. اخر حاجه اللي هو ايه، الانتي ايميتك اللي احنا سكناها دروبريدول وايه والميتوكلوبرامايد. ندخل على السؤال اللي بعده، يقول لك ايه ترو اور فولس، الاناسيتك بتنترفير مع الصوديوم افلوكس، ريديوسنج الايه، ريديوسنج الابيليتي بتاعت الصوديوم تشانلز تو اوبن رابيدلي. بالراحه بقى، هي كانت بتنترفير مع الـ مع الافلوكس ولا مع الانفلوكس، بت 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 ايه، بتمنع دخول الصوديوم ولا خروجه، افلوكس ده يعني يخرج، فهي كده الاجابه فولس، هي بتنترفير مع الصوديوم انفلوكس يا شباب، تمام. تمام طيب الستيجز بتاعت الجنرال اناستيزيا عندنا اربعه ستيج. اول ستيج اسمها ستيج اوف انالجيزيا، معناها ايه، تسكين الالم. طيب هي عباره عن ايه، بروجريسيف انالجيزيا، بسبب ايه، ان احنا بنعمل انهبيشن للسنسوري نيورون في السباينال كورد، تمام. الخطوه اللي بعدها او سكند ستيج هي اسمها ستيج اوف اكسايتيشن، ستيج من الاثاره، بيحصل ايه، بيحصل انهبيشن للانهبيتوري انتر نيورونز. عارفين لما نقول النفي النفي اثبات، او السالب سالب موجب ايا يكن، فبيقول لك انهبيشن اوف الانهبيتوري انتر نيورونز، الحاجه اللي بتعمل انهبيشن احنا هنعمل لها انهبيشن برضه، فبالتالي هيكون النهايه اكسايتيشن، تمام. فيحصل ايه، يحصل انكريز الريسبيريشن، انكريز البلاد بريشر والموتور اكتيفيتي، ويحصل حاجه مهمه جدا جدا، حاجه اسمها ريليز اوف سب كونشس ايموشنز. بصوا يعني فضايح العيله وعيله العيله بتطلع في المرحله دي، بيبدا بقى المريض يتلوه ويجيب بقى كل الاسرار يعني، تمام. وبيحصل كمان ايه، فوميتنج. طيب قالك ان الاكسايتيشن ستيج ديت يعني should be avoided، يعني بنحكم على الدواء بتاع الانستيزيا دوت ان هو كويس ولا مش كويس، من خلال ان هو يعني هل هو سريع قوي لدرجه ان احنا ننط من الـ من الفيرست ستيج للثيرد ستيج على طول من غير ما نعدي على مرحله الاكسايتيشن اللي بيبقى فيها فضايح دي، ولا لا، لو بيقدر ان هو يخلينا ننط على طول وما نقعدش كتير في الاكسايتيشن، لو هو ليس اكسايتيشن ساعتها بيبقى الدواء كويس، تمام. المرحله الثالثه هي ايه، السيرجيكال ستيج، اللي هي المرحله بقى اللي بنبدا نعمل فيها العمليه، بيبقى خلاص البيشنت حصل له كومبليت لوس اوف كونشسنس نتيجه ليه ان حصل انهيبيشن للراس، احنا قلنا ان الراس ده اول حاجه بتاثر بالانستيزيا. بيحصل كمان ايه، مينيمال افكت على الفايتال اورجنز اللي هم ايه، الريسبيريشن كارديو فاسكولار سيستم، قلنا ان دي كومن ادفيرز افكت للانستيزيا، بس هنا هي مش ادفيرز افكت، ده هو مينيمال افكت، حاجه بسيطه يعني ايه، لا تذكر. طيب قال لك ان الثيرد ستيج دي بتبقى كاركترايزد بايه، باربع حاجات. ايه هم الاربع حاجات؟ اول حاجه هيقل فيها البلاد بريشر والهارت ريت والريسبيريشن، تمام. تاني حاجه هنفقد الليد اند كونجكتيفال وكورنيال ريفلكس، احنا قلنا من خصائص الانسيه ان احنا بنفقد الريفلكس، تمام. طيب الحاجه الثالثه بقى، نحصل امبيرمنت لللايت ريفلكس، امبيرمنت مش لوس، ركز معايا كويس جدا، يحصل امبيرمنت لللايت ريفلكس، تمام. الحاجه الرابعه يحصل روفنج اي موفمنت، يعني العين هتتحرك حركه هائمه كده يمين وشمال، تمام. يبقى الثيرد ستيج يحصل فيها انهبيشن للراس، يعني لوس اوف كونشسنس، وبيحصل مينيمال افكت على الريسبيريشن كارديو فاسكولار سيستم. طيب الحاجه اللي بعد كده كاركترايزد بايه، نقص بلاد بريشر هارت ريت اند ريسبيريشن ريت، تمام.
يحصل لوس للريفلكس ليد كونجكتيفال اند كورنيال ريفلكس، يحصل امبيرمنت وليس لوس دي اللايت ريفلكس. ركز في الموضوع ده. تمام، اخر حاجه بيحصل ايه؟ روفنج اي موفمنت. اخر مرحله بقى هي الفورث ستيج، ودي الحقيقه لو وصل لها يبقى المريض بالسلامه، المريض خلاص مات. فاول كلمه هنقولها ان المرحله دي فيتال شودنت بي ريتشد. تمام، يحصل فيها ايه الفورث ستيج دي؟ يحصل باراليسيس لغايه الاورجنز، غايه الاورجنز دي اللي هي زي القلب وزي المخ كده. تمام، يحصل انهبيشن للفايتال اوتونوميك سنترز، يحصل فيها ايه؟ بيقل قوي البلاد بريشر. في الثيرد ستيج كان بيقل، هنا لا بيقل قوي، شايفين الاثنين سهم دول. تاني حاجه بيقل قوي الهارت ريت والريسبيريشن. تمام، قال لك ان هي بتبدا بكمبليت لوس اوف اللايت ريفلكس لوس. يبقى احنا هناك في الثيرد ستيج كنا نقول امبيرمنت لللايت ريفلكس، اما هنا في الفورث ستيج كومبليت لوس لللايت ريفلكس، خلاص اتكل على الله. تمام، تمام، عندنا 3 ان بي ماشي. عباره عن 3 تعريفات. اول حاجه هيعرف ايه هو الاندكشن اوف انستيزيا، يعني ايه معنى كلمه ان احنا نعمل اندكشن اوف انستيزيا. معناها ان احنا نستخدم الانستيك ايجنت عشان نخلي البيشنت يوصل للثيرد ستيج من الانستيزيا، يوصل لمرحله ان احنا نقدر نعمل له العمليه. تمام، طب يعني ايه مينتنانس؟ معناها ان احنا نكيب البيشنت في الثيرد ستيج دي، نخليه يفضل موجود في الثيرد ستيج لحد ما نخلص العمليه. طب يعني ايه كلمه ريكفري؟ يعني خلاص بقى كل حاجه ترجع لاصلها. ريتيرن البيشنت فروم ثيرد ستيج للفول كونشسنس ان ريفرسد مانر. يعني ايه ان ريفرسد مانر؟ يعني المفروض ان احنا في الترتيب بنبدا الاول ب ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3. طيب لما نيجي نعمل ريكفري يبقى ستيج 3 ستيج 2 ستيج 1، وده يعني منطقي جدا ان هو يبقى ريفرسد مانر. تمام، لحد ما نوصل لايه؟ لمرحله الاندكشن اوف انستيزي. طيب لا مش لحد ما يعني ريفرس مانر، من اول ايه، من اول مرحله الاندكشن اوف انستيزيا لحد ما نوصل لايه؟ لستيج 1 يا شباب. جميل، طيب هنراجع برضو على الكلام من خلال الاسئله. طيب اول حاجه بيقول ايه؟ ريليز اوف سب كونشس ايموشنز بتحصل في انهي ستيج؟ خدوا بالكم كل ستيج مش بس بيبقى اسمها ستيج 1 او 2 او 3، لا ليها اسم تاني. ستيج اوف سيرجري لو تفتكروا دي كان ستيج 3، ستيج اوف اكسايتيشن دي ستيج 2، ستيج اوف انالجيزيا اللي هي كانت ستيج 1، واخيرا ستيج اوف ريكفري دي مش تبع الانستيزيا، انا حاطاها هنا عشان الخبط. طيب تفتكروا السب كونشس ايموشنز كان بيحصل فيها ايه؟ امتى بيحصل فضايح؟ قلنا طبعا ايه؟ الستيج اوف اكسايتيشن. جميل، طيب تاني حاجه اول اوف ذا فولوينج اوكيرز في السيرجيكال ستيج بتاعه الجنرال انستيزيا ما عدا ايه؟ خلينا نشوف مع بعض. هل بيحصل انهبيشن للراس؟ اه بيحصل انهبيشن للراس وبيحصل لوس اوف كونشسنس. طب هل بيحصل لوس اوف الليد ريفلكس؟ اه ده حقيقي فعلا بيحصل لوس الليد ريفلكس والكورنيال ريفلكس كمان. طيب بيقل البلاد بريشر؟ اه برضو. تمام، طيب يبقى الاكسبشن الوحيد بتاعنا هو اللوس اوف لايت ريفلكس، ولكن كان بيحصل ايه؟ بيحصل امبيرمنت وليس لوس. اخر سؤال ديفينيشن، قلنا ايه هو الاندكشن اوف انستيزيا؟ لحظه، اندكشن اوف انستيزيا معناها ان احنا نوصل البيشنت للثيرد ستيج من الانستيزيا. تاني حاجه المينتنس، ان احنا نخلي البيشنت، نجيب البيشنت في الثيرد ستيج اول ثرو السيرجري. طيب تالت حاجه الريكفري، معناها ان احنا نريتيرن البيشنت من الثيرد ستيج الى الايه، الفول كونشسنس او الستيج 1 يعني ان ريفرس مانر. تمام، ندخل بقى على حاجه جديده وهي الكلاسيفيكيشن بتاع الجنرال انستيزيا. بيتقسم لنوعين، حاجه اسمها انهاليشن انستيزيا وحاجه اسمها انترا فينس انستيزيا. تمام، في جدول المقارنه كده هنتكلم عنهم هما الاثنين. اول حاجه بيقول انه لا مش هنا. اول حاجه خلينا متفقين ان الانهاليشن جنرال انستيزيا ده عباره عن ضيف خنيق ورخم، والانترافينس جنرال انستيزيا دوت يا بخت منظره وخفف. حاجه كمان ان فينوس ديت هتفكرنا باللمبه الفينوس، يعني احنا كل شويه عمالين نقول له ده انت منورنا هتمشي ليه بس. تمام، ولكن هو بيتبع نظريه ما يا بخت منظره وخفف. طيب
ماشي. انهيليشن جنرال انستيزيا لك اول حاجه، اول حاجه ماشي، خلينا هنمشيها من تحت لفوق. قلنا ان هو ضيف تقيل ورخم، تمام. ضيف تقيل يعني ايه؟ مش هنمشي من تحت لفوق، نمشي من فوق لتحت عادي. ماشي، ضيف تقيل يعني ايه؟ كان بي ريكفرد، كل شويه يروح ويجي، ايه يعني رخم، عمال كل شويه ايه يجي. طيب تاني حاجه الانديكيشن بتاعته ان هو ايه، بيعمل مينتننس، ضيف تقيل بيفضل قاعد ايه، ما بيسيبكش غير عند النوم، تمام. ماشي طيب تالت حاجه بقى ايه، خنيق. خنيق يعني ايه؟ environmental pollution، ممكن يحصل environmental pollution، ما هو inhalation، inhalation غاز، تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده ان هو ايه، بيزود الانتراوكيولار بريشر، بيزود كمان الانتراكرينيال بريشر، ضغط برضو جايه، برضو خنقه، برضو حد رخم. طيب اخر حاجه بقى ايه، ان هو ايه، بيستخدم equipment كتير وبيعمل discomfort. ما احنا قلنا يا جماعه ضيف خنيق ورخم، هي الكلمه دي بس ايه هتلخص لك كل حاجه. حتى لو تلاحظوا، لو تلاحظوا كاتباه بالاحمر اهو، ده معناه ان هو شرير، حد ايه مش حلو. طيب ندخل على ايه، الانتروفينس جنرال انستيزيا. يا ابني انت منورنا ليه بس، مش هتيجي هنا تاني؟ قال لك ان هو ايه، كانت بي ريكفرد، يعني خلاص بيجي مره كده وخلاص، يا بخت من زار وخف. تاني حاجه من انديكيشن فور اندكشن، بيبدا بس الايه، عمليه الانستيزيا. طيب الحاجه اللي بعد كده بيعمل نو بوليوشن، هو حد كيوت خالص وكل حاجه بالنسبه له كويسه، يبقى نو بوليوشن. بعد كده بيعمل ايه بقى في الانترا اوكيولار بريشر والانترا كرينيال بريشر؟ لا ده بيقلل الضغط، هو حد ايه يعني محترم يعني، ما عدا الكيتامين الخرابه ده. الكيتامين ده بيزود كل الضغوط اللي في الدنيا، بيزود البلد بريشر، بيزود الانترا اوكيولار بريشر، بيزود الانترا كرينيال بريشر، كل الضغوط اللي في الدنيا، تمام. فده ايه يعني مش تبعنا. اخر حاجه في الانتروفينس جنرال انستيزيا ان هو ايه، بيستخدم ليس اكويبمنت وايه وديسكمفورت، مش محتاج ضيافه كتيره، تمام، هو ضيف خفيف. طيب لو تلاحظوا زي ما قلنا دوت، انا ملونه بالاحمر اهو عشان هو شرير ووحش، وده ملونينه بالاخضر اهو عشان هو ضيف لطيف وجميل. طيب حاجه عشان تفتكروها برضو، طبعا احنا بنشوف في المسلسلات والافلام لما حد بيجي يعمل عملية، احنا بنفضل حاطين على بقه الماسك، ولكن هل بنفضل حاطين في دراعه السرنجة؟ يبقى من المنطقي ان اللي بيستخدم في المينتنس هو الانهاليشن جنرال انستيزيا وليس الانتروفينس جنرال انستيزيا. يبقى احنا كده خلاص اتفقنا ان الانهاليشن ده ضيف تقيل ورخم، والانتروفينس جنرال انستيزيا ده ضيف خفيف ولطيف، مش ايه مش محتاج ضيافة كتير، ما عدا ايه الكيتامين. الكيتامين ده ايه، هو اللي هيغير القاعده. طيب نسمع بقى يا اولاد، الانهاليشن جنرال انستيزيا والانتروفينس جنرال انستيزيا، مين فيهم اللي كان بيعمل، مين فيهم اللي كان بيعمل اندكشن؟ قلنا ان هو الضيف الخفيف انتروفينس جنرال انستيزيا. طب مين كان بيعمل مينتنس؟ الضيف تقيل انهاليشن، تمام. طيب طالما هو ضيف تقيل كان بيستخدم ايه، اكويبمنت كتير وبيعمل ديسكمفورت كتير، يبقى مور ديسكمفورت مور اكويبمنت. طيب الضيف الخفيف بتاعنا لا، ده ليس ديسكمفورت ليس اكويبمنت، ماشي. طيب الانترافينس قلنا ضيف خفيف، فال الاوفر دوز بتاعته كانت بي ريكفرد، مش بيرجع تاني. وبرده يا شباب كاستنتاج، برده الحاجات دي احنا بندخلها في الدم على طول الانترافينس، فخلاص اللي بيروح ما بيرجعش. اما الانهيليشن يعني عادي، تمام، بندخل ونخرج ونزود اكسجين ونقلل مش عارف ايه، فعادي كان بي ريكفرد، تمام، عشان هو ضيف تقيل. طيب الانهيليشن اللي بيبقى في الهواء بيعمل بوليوشن، بيعمل بوليوشن للاير او انفايرمنتال بوليوشن. طيب نيجي على الانتروفينس، لا مش بيعمل بوليوشن، هو ملوش دعوه ده في الوريد يعني. طيب الضيف الخنيق، الخنيق الانهيليشن برضو عشان تربطوها، خنيق جايه من التنفس، خنقه حاجات كده، فايه انترا اوكيولار بريشر وانترا كرينيال بريشر بيزوده، تمام. طيب نيجي على الانترافينوس، لا ده بيقلل انترا اوكيولار بريشر وبيقلل انترا كرينيال بريشر، ما عدا الخرابه بتاعنا كيتامين، تمام. عندنا شويه ملاحظات صغننه عن الانهاليشن وعن الايه، الانترافينوس جنرال انستيزيا. انهاليشنال جنرال انستيزيا بيقول لك ايه، ان هو بيبقى ابزوربد ثرو اللنج، وبيعتمد على ايه، على ثلاث حاجات. اول حاجه
هنمشيهم ايه يعني مش بالترتيب قوي، يعتمد على البالمونري فنتليشن ريت. يعني ايه البالمونري فنتليشن ريت؟ يعني كميه الانستيزيا اللي بياخدها خلال وحده الزمن او خلال ايه التايم يونت يعني. تمام. طيب الحاجه دي هتترتب عليها ايه؟ هيترتب عليها ان هو لو اخد كميه انستيزيا كتيره خلال وحده الزمن هيحصل الانستيك كونسنتريشن في الالفيولاي هتبقى كبيره. طب لو خد كميه انستيزيا قليله يبقى الانستيك كونسنتريشن هتبقى قليله. تمام. فالاثنين دول مترددين على بعض، عشان كده ايه مشيناهم بترتيب مختلف شويه. يبقى البلمونري فنتليشن ريت وانستيك كونسنتريشن. انا بشخبط على الكلام لما اقعد يا شباب. وايه والبلمونري فنتليشن ريت، البلمونري فنتليشن ريت والانستيك كونسنتريشن في الالفيولار. طيب الحاجه الثالثه بقى دي يعني مش عارفه الجمله دي محلها ايه من الاعراب، بس انا حطيتها هنا عشان هي مناسبه هنا اكتر. قال لك ان ايه، في كلمه كده محطوطه كده اللي هو ايه البلاد سولابيليتي، اللي هي عباره عن البلاد جاز بارتيشن. طيب هو معناه ايه المصطلح ده بلاد جاز بارتيشن كوفيشنت؟ ده معناها الريشيو ما بين الانستيزيا في البلاد وفي اللنج. تمام. ما بين البلاد وما بين ايه اللنج اللي هو جالموس كلمه جاز يعني. حلو الكلام، حلو الكلام. فهي يعني دي الاقرب ان هي ايه تكون حاجه من الحاجات اللي بتاثر على الابزوربشن بتاع الانهيليشنال جنرال انستيزيا. يبقى بيأثر على بيتاثر بالبلمونري فنتليشن ريت، فبالتالي بيتاثر بالانستيك كونسنتريشن في الالفيولاي، واخيرا ببلاد سولابيليتي او بلاد جاز بارتيشن كو افيشنت. جميل. المعلومه الثانيه قال لك ان احنا نسينا نقول حاجه في الجدول يا شباب. حد لاحظ ان احنا كاتبين هنا سؤالين، كاتبين الانهيليشن جنرال انستيزيا كان بي ريكفرد باي ايه، ده اللي احنا هنقوله. طيب الانترافينوس كانت بي ريكفرد واي، ليه؟ ده برضو هنقوله. طيب الانهيليشنال جنرال انستيزيا كان بي ريكفرد باي ايه؟ عن طريق ان احنا نعمل ووش اوت للنون ابزوربابل دراج اللي هو لسه ما حصلوش ابزوربشن، عن طريق ايه ان احنا ايه ندخل اير اند اير اور اكسجين. طيب ليه؟ المفروض يا شباب ان احنا اساسا خلينا هنضرب مثال. لو مثلا احنا نتكلم على حاجه اسمها النيتروس اوكسايد، ده احنا نقوله في الامثله من الانهيليشنال جنرال انستيزيا. النيتروس اوكسايد دوت غاز خفيف جدا بيستخدم في الايه انهيليشنال جنرال انستيزيا. طيب فرضا احنا فرضا احنا مشغلين الكونتينر بتاع الانهيليشنال جنرال انستيزيا بالنيتروس اوكسايد ده. ساعتها طبعا احنا عارفين من رابعه ابتدائي ان الحاجه بتنقل من التركيز الاعلى، حاجات فيها تركيز اعلى اهو، الى التركيز الاقل، حاجه فيها ايه بارت واحد اهو. طيب فبالتالي احنا بندخل الحاجات دي عن طريق التنفس وعن طريق اللنج، فهتوصل الالفيولاي. الالفيولاي هيبقى فيها تركيز عالي من النيتروس اوكسايد او من ايه الانهيليشنال جنرال انستيزيا. فطبيعي من الالفيولاي هتتنقل للكابيلرز اللي بتحيط بيها، هتتنقل للارتريال بلاد. جميل. طيب من البلاد هتتوزع على البرين وعلى الاذر تيشوز، فهتوصل لايه للبرين وتعمل ايه الشغل الانستيزيا بتاعها. طيب ده كده ايه طول ما الكونتينر شغال. طيب لما بنبدا نقفل الكونتينر بتاع الانهيليشنال جنرال انستيزيا بيحصل العكس، بيرجع في ريفرس مانر، اللي هو ايه من البرين يرجع عن طريق الفينوس بلاد، يرجع عن طريق البلاد فيروح للفينوس بلاد، وبعد كده يطلع ايه من الالفيولاي ويخرج في نفس العيان. طيب احنا لو سايبين العيان كده مع نفسه هو بس بتاع انت حاطط له الماسك يا شباب قافل عنه ميه ونور، مفيش هوا داخل تاني. فانت لازم علشان الالفيولاي ما تتمليش كلها بالنيتروس اوكسيد اللي راجع من المخ ومن الفينوس بلاد دوت، لازم تكون بتدي معاه جزء كده من ايه من الاير او الاكسجين عشان يستبدل الجزء اللي هو ايه بيحصل له ووش اوت ده. يعني انت خلاص خرجت شويه نيتروس اوكسيد، حط مكانه ايه شويه اير عشان الفيلاي ما تقفلش وما تحصلهاش كولابس على بعضها. فاهميني كده؟ يبقى الريكفري بيحصل ايه عن طريق ان احنا نعمل ووش اوت، نغسل النون ابزوربابل دراج عن طريق ان احنا ندخل اير او اكسجين مكانها. تمام. اما الاوريدي ابزورب الدرج ده بقى بيبقى اكسكريتد باك لللانج زي ما احنا شفنا في ايه في الفيجر ده اهو، عشان الشخبطه دي بتلخبطكم. انا عارف لما اعرف. ماشي. يبقى الحاجات الاول كانت بتتنقل في الطبيعي طول ما الكونتينر شغال، بتتنقل من الالفيولاي الارتريال بلاد الى الايه البرين. طيب هنقفل الكونتينر هيحصل ايه؟ نبدا ندخل اير واكسجين في البتاع في الكونتينر، بندخل حاجه تانية بنحطها في الانبوبه
وبترجع في ريفرسد مانر الى ايه، الى الفينوس بلاد، وبعدين تخرج الى الالفيولاي. لو احنا ما اديناش اير او اكسجين تاني مع البتاع واحنا بنقفل، ندي حاجه مكان النيتروس اوكسيد او مكان الانهيليشن جنرال انستيزيا، ساعتها الالفيولاي هتتملي بالنيتروس اوكسيد والراجل هيتخنق وهيموت، ومن يبقى بدل ما قفلناه يعني ايه سلمناه لايدين ربنا. تمام. يبقى اكسكريتد باك، الابزورب الدرج هي اكسكريتد باك الى اللانج. طيب المعلومه بتاعه الانترافينوس جنرال انستيزيا، يبقى ده كده كان الريكفري بيحصل ازاي. طيب الانترافينوس جنرال انستيزيا ليه كان كان تبي ريكفرد؟ قال لك ان هو بيوصل السيركيليشن دايركت، احنا بندخله الايه للفينوس بلاد على طول. طيب تاني حاجه ان هو رابد اونس بيشتغل على طول. تالت حاجه دي ما لهاش علاقه باجابه سؤالنا، ولكن دي هتفسر لنا اكتر هو ليه الانترافينوس احنا كنا بنقول عليه ان هو ضيف طيب وجميل ولطيف وعاملينه باللون الاخضر، لكن هو بيعمل ليس اكسايتيشن. فاكرين لما كنا بنتكلم على الستيجز وقلنا ان ستيج 2 بتاعت الاكسايتيشن شود بي افويدد، وان يا بختنا لو كان الدواء بتاعنا بينط من ستيج 1 الى ستيج 3 وما يقعدش كتير في ستيج 2. فهو بيعمل ليس اكسايتيشن او بيبقى الفتره بتاعت الاكسايتيشن دي قليله، عشان كده هو ايه رابيد اونست. تاني يلا بقى نعيد من الاول تاني، هنراجع سريعا كده على اللي فات. من اول الديفينيشن قلنا ان هو عباره عن ريفرسيبل ستيت من خمسه لص. خمسه لص ايه؟ يفقد الوعي، يفقد الاحساس، يفقد الرفليكس، ويفقد 2 ام مسل تون وايه وميموري. الحاجه اللي بعدها الراس او الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، قلنا ان ديت مسؤوله عن الكونشسنس، بتمنتين الكونشسنس. تمام. تاني حاجه ان هي سنسيتيف قوي للبريزنت اكشن بتاع الاناثيتك، وقلنا ان هي البرايمري سايت اوف اكشن، دي معلومه مهمه. الحاجه اللي بعد كده ان هي تتكون من بولي سينابتيك باثوي او سينابسس كتير، وبتتنقل من البرين ستيم ريتيكولار فورميشن، وبتطلع بعد كده ايه بتديفيوز الى الكورتكس زي ما احنا شايفين في الصوره. طيب الميكانيزم اوف اكشن، ميكانيزم اوف اكشن قال لك ان هي كلها تبقى فات سولابل. طيب هل هي بتدوب وبس وبتسيبها في حالها؟ لا، ده هي بتدسولف في ليبيد باي لير، وبعد كده بتعمل ايه ديس اورينتيشن للفوسفوليبيد يونتس، فبالتالي هتعمل لخبطه، فتقول لها فالخليه تقول لها لا معلش عدي علينا بكره احنا الدنيا ايه مش متظبطه. تمام. فالديلي الامبلس كوندكشن في النيورونز. الحاجه الثانيه من الميكانيزم اوف اكشن ان هي بتنترفير مع الصوديوم انفلوكس. شايفه مستعجل على ايه ماشي. بتانترفير مع الصوديوم انفلكس، ما بترضاش تدخل الصوديوم ده اللي بيعمل اكسايتيشن، فهي ما ترضاش تدخله. تمام. وايه فبالتالي هتقلل قدره الايه البوابات ان هي تفتح. طيب تاني حاجه ان هي هتزود الترانسميشن بتاع الانهبيتوري سينابس زي ايه، زي الجابا كلورايد تشانلز. تمام. يبقى هتزود الانهبيتوري وهتقلل الاكسايتيتوري اللي هو ايه دخول الصوديوم. الحاجه اللي بعد كده الان بي اللي قلناها، قلنا ايه ان الاناستيك بتدبريس كل الاكسايتابل تيشوز زي ايه، زي كل الماسلز كاردياك وسموث ستريتد ماسل، وزي كمان النيورونز. قلنا ان الراس دي تبقى ايه موست سنسيتيف. تمام. طيب معظم الاناستيكس بيقول لك السيفتي مارجن بتاعتها بتبقى قليله، وان السي في اس والريسبيراتوري بيبقوا ايه كومن ادفيرس افكتس. طيب الحاجه اللي بعد كده الستبس اوف جنرال اناستيزيا، قلنا ان هي عباره عن بري ميديكيشن اللي هو قبل العلاج، عشان ايه تساعد الانستيك ايجنت ده في ان هو يقوم بعمله. تاني حاجه ان احنا نعمل اندكشن اوف انستيزيا، واخيرا نعمل مينتننس للانستيزيا. بري ميديكيشن الهدف بتاعه ايه؟ الهدف بتاعه ان احنا اول حاجه نقلل القلق، نقلل الالم، نقلل الترجيع، ونقلل ايه الباراسمباثيك اكشن. نقلل القلق بايه؟ بالبنزودايازيبين. نقلل الالم بالاوبيويد اللي هو ايه الافيونات زي ما قلنا. تمام. الحاجة الثالثة ان احنا نقلل الترجيع، قلنا ميتو وقع، ميتو كلوبرومايد ودروبريدول، واخيرا نمنع الباراسمباثيك اكشن عن طريق الايه الاتروبين اللي هو ماسكارينيك انتاجونست، ودي صور الادوية. خلاص هنعدي الكويس ده. خدوا بالكم يا شباب، كلمة اي فلوكس معناها خروج الصوديوم مش دخوله، فلو قال لك اي فلوكس دي ايه جملة غلط، هو بيمنع الصوديوم انفلوكس مش بيمنع الصوديوم اي فلوكس. طيب الستيج اوف الجنرال انستيزيا، قلنا الفيرست ستيج هي ستيج اوف انالجيزيا من ايه نو بين. طيب بيحصل ايه؟ بيحصل انهبيشن للسنسوري نيورونز في السبينال كورد.
تاني حاجه السكند ستيج اللي هي مرحله الفضايح. يبقى البيشنت بقى مش على بعضه كده، ويبقى مصار جدا وبيزعق زي عمنا اللي هنا في الفيجر ده، تمام؟ ماشي. يحصل، طب ليه يحصل اكسيتيشن؟ عشان بنعمل ايه، انهيبيشن للانهيبيتوري انتر نيورون، نفي النفي اثبات، فيحصل ايه، زياده في الريسبيريشن، وزياده في البلاد بريشر، وزياده في الموتور اكتيفيتي، وبيحصل كمان فوميتنج، واخيرا هيحصل ريليز للسب كونشس ايموشنز، ودي حاجه مهمه. طيب الثيرد ستيج، الثيرد ستيج قالك دي اللي هي السيرجيكال ستيج، يحصل فيها انهيبيشن للراس، ودي معناها ان هو فقد الوعي تماما، لوس اوف كونشسنس، وبيحصل ايه، مينيمال افكت على الريسبيريشن والكارديو فاسكولار سيستم. طيب بتبقى المرحله دي كاركترايزد بايه، يحصل فيها لوس اوف ريفلكس زي ايه، ليد كونجكتيفال اند كورنيال ريفلكس. طيب بيحصل فيها روفنج اي موفمنت، العين بتتحرك حركه هائمه، يحصل فيها نقص في البلود بريشر هارت ريت اند ريسبيريشن، بس نقص ايه، معقول ريديوسد. بس لما نيجي في الفورس ستيج، خلينا نكمل الاول، بس كمان ايه، امبيرمنت لللايت ريفلكس، امبيرمنت وليس لوس، باكد تاني. طيب نيجي على الفورس ستيج، فورس ستيج احنا لسه قايلين اهو، التاني كان امبيرمنت اوف اللايت ريفلكس، اما هنا ده اول حاجه فيه ان يحصل كومبليت لوس اوف اللايت ريفلكس، فدي حاجه ايه، مع حاجه مهمه في التفرقه ما بينهم. الحاجه التانيه ان هو بيعمل ايه، سيفير ديكريز في البلود بريشر، سيفير ديكريز في الهارت ريت اند ريسبيريشن، بيحصل فيها يا جماعه باراليسيز للفايتال اورجنز، خلاص العيان بيبقى مات، مرحله فيتال. طيب ليه؟ عشان بيحصل انهيبيشن للفايتال اوتونوميك سنترز. عندنا الان بيز دولت اللي هم ايه، الديفينيشنز، ديفينيشن اول حاجه الاندكشن اوف انستيزيا، معناها ايه، ان احنا نستخدم انستيك ايجنت عشان نخلي البيشنت يوصل للثيرد ستيج. طيب المينتنس ان احنا نخلي البيشنت يفضل في الثيرد ستيج طول العمليه. طيب معنى كلمه ريكفري ان احنا نرجعه بقى ايه، للفول كونشسنس، نرجعه من الثيرد ستيج الى الفول كونشسنس ان ريفرسد مانر، كانت 3 بقت 2 بقت 1 لحد ما نوصل ايه، للفول كونشسنس. خلاص برضو هنعدي، ماشي. قلنا السب كونشس ايموشنز دي بتحصل ايه في المرحله الثانيه اكسايتيشن، والايه والسيرجيكال ستيج دي مش بيحصل فيها اللوس للرايت ريفلكس، بيحصل ايه، امبيرمنت. جنرال انستيزيا قلنا ان هي انهيليشنال وانتروفينس، وقلنا ايه الفرق ما بينهم، الانهيليشن جنرال انستيزيا تضيف خنيق ورخم، خنيق يعني ايه، او خنيق وتقيل، يعني خنيق يعني ايه، اول حاجه بيعمل انفيرومنتال بوليوشن، ما هو خنيق، خنيق برضو يعني بيضغط عليا، يعني ايه، بيزود الانتر اوكيولار بريشر والانتر اوكيولار بريشر، خنيق برضو يعني ايه، او تقيل علشان هو بيبقى عايز بقى ضيافه كتيره، وبيستهلك حاجات كتير، اكويبمنت وديسكمفورت، ما نبقاش قاعدين مرتاحين معاه. خنيق برضو معناها ايه، معناها ان هو كان بيريكفر كل شويه يروح ويجي علينا، وبيستخدم المينتنس، بيفضل قاعد معانا ما بيسيبناش. طيب الانتروفينس ده ضيف خفيف، دي خفيف يعني ايه، يعني كان تبي لي كفرت خلاص، مجرد ما يمشي خلاص مش بيرجع تاني، يا بخت من زاره خف. تاني حاجه بصدم للاندكشن، بيبدا بس ايه العمليه وخلاص، نو بوليوشن، ما هو مش خنيق ولا حاجه، فهو نو بوليوشن بقى. طيب بيقلل الانترا اوكولار بريشر والانترا كرينيال بريشر ما عدا الخرابه الكتامين. واخيرا ايه، ان هو قلنا ضيق خفيف مش محتاج ضيافه كتير، فبيبقى ايه، ليس اكويبمنت اند ليس ديسكمفورت. عندنا في شويه الملاحظات، انهاليشن جنرال انستيزيا قلنا ان هي ايه، الابزوربشن بتاعها بيعتمد على ثلاث حاجات، اول حاجه البالمونري فنتليشن ريت، وده بالتالي بيأثر على الانستيتيك كونسنتريشن في الالفيولاي، واخيرا ايه، البلاد سولابيليتي او البلاد جاز بارتيشن كو افيشنت، وقلنا ان هي الريشيو ما بين الانستيزيا اللي موجوده في البلاد واللي موجوده في اللنج. طيب الريكفري كان بيحصل عن طريق ايه، ان احنا نعمل ووش اوت للنون ابزوربابل دراج، عن طريق ان احنا ندخل اير واكسجين في الانبوبه. تاني حاجه الاوريدي ابزوربد، لو لحظه عشان الاذان نكمل يا شباب. قلنا ان في الريكفري بيحصل ووش اوت للجزء اللي لسه ما حصلوش امتصاص نون ابزوربابل دراج عن طريق الاير او الاكسجين، تمام. هنبدا نخفف نخفف نخفف، نحط اير واكسجين كتير لحد ما الكونسنتريشن بتاعه يخف، ويبقى ايه، في النهايه مفيش غير الاير والاكسجين بس موجود في الالفيولاي. بعد كده اما الاوريدي ابزوربد دراج، ده بيبقى اكسكريتد باك لللنج بالطريقه اللي احنا قلناها، برين بلاد بعد كده ايه، الفيولاي، وبيخرج عن طريق النفس. طيب الانتروفينوس جنرال انستيزيا قلنا ان هو بيريتش سيركيليشن دايركت، احنا بندخله في البلاد دايركت، ويبقى رابيد اونست، واخيرا ان هو كمان ليس اكسايتيشن، بينط من على ايه، المرحله الثانيه دي مش بيقعد فيها كتير.
ندخل بقى على ايه ليفل الوحش. الجداول دي لأول وهلة كده ممكن تحسوا ان هي يعني فيها مشكلة، ولكن ان شاء الله هتبقى سهلة وبسيطة جدا جدا، ولكن نركز مع بعض. طيب بسم الله. الانهاليشنال جنرال انستيزيا، اول حاجة عايزين نتكلم عنها او نحفظها هي ايه؟ الامثلة. هنلاحظ كلمة انهاليشنال بنبدأ ان وبعدين ها. ان دي هتفكرنا بالمثال اللي هو زينون، والها دي تفكرنا بالايه؟ بالهالوسين. تمام، ادي كده مثالين. طيب الحاجة التانية نيتروس اوكسيد، فاكرين المثال اللي احنا قلناه نيتروس اوكسيد؟ وكمان هو من اسمه اصلا نيتروس اوكسيد ده ايه؟ اكسيد نيتروجين غاز. تمام، فانهاليشنال عادي. الحاجة اللي بعد كده بقى اي حاجة اخرها فلوران، ايزو فلوران، ان فلوران، ديس فلوران، سيبو فلوران، اي حاجة اخرها فلوران. يبقى الانهاليشن جنرال انستيزيا عبارة عن ايه؟ ان زينون، ها هالوسين، واي حاجة اخرها فلوران، ومعانا كمان النيتروس اوكسيد. طيب دي كانت اول حاجة الايه؟ الامثلة. نيجي بقى ندخل ايه او واحد واحد. خلينا الاول ناخد الايه؟ الهالوسين في مقارنة كده مع الزينون. خدوا بالكم من البرونيتا دي عشان انا تعبت فيها. البرونيتا دي معناها ان الزينون بتاعنا ده متدلع. متدلع يعني ايه؟ يعني ويك، ضعيف. على العكس تماما الهالوسين بوتنت. احنا قلنا ايه؟ ناخدهم مقارنة. طيب بعد كده ايه؟ على الرغم من ان هو متدلع الا ان هو ايه؟ زينهم. كلمة زينون شبه كلمة زينهم كده شوية، اللي هو اجملهم احسنهم. يعني ايه؟ يعني رابيد اونست، يعني اديكويت انالجيزيا، يعني اديكويت سكيلت المصري ريلاكسيشن، يعني ايديال. تمام، فهو ايه؟ زينهم. رغم ان هو متدلع الا انه ايه؟ زينهم. يعني ايه؟ رابيد اونست، اديكويت ريلاكسيشن، واديكويت ايه؟ انالجيزيا، وكمان هو ايه؟ ايديال. ايديال الامثال تشبه ان هو ايه؟ احسن واحد فيهم، ولكنه ايه؟ غالي طبيعي يعني عادي. حتى متدلع ولابس برنيطة وبتاع فايه؟ فاكيد هيبقى غالي وهيكبس. الهالوسين العكس تماما، قلنا ان هو ايه؟ بوتنت مش ويك. طيب خلينا ناخد تحت نقول ايه؟ ان هو تشيب. طب تشيب ليه؟ رخيص ليه؟ عشان هو مودريت سبيد، عشان هو ان اديكويت انرجيزيا اند ان اديكويت سكيلتال ماسل ريلاكسيشن. يبقى احنا هناخد الزينون مع الهالوسين دوت عكس ده تماما. تمام. طيب نيجي بقى ندخل على ايه؟ النيتروس اوكسيد. النيتروس اوكسيد دوت قال لك ان هو جدع جدا. جدع جدا يعني ايه؟ جدع بس هيجي في حته كده ويعمل حركه نداله. جدع يعني ايه؟ يعني بوتنت، يعني رابد، يعني اديكوت انالجيزي، بيمنتين الاناسيزيا كمان، مش بيسيبنا. لا ده حد جدع كده وبيفضل معانا وبيعمل الواجب على اصله. يعني بيستند. انت بقى يجي على سكيت المصري ريلاكسيشن يقول لك نو، لا مش هعمل سكيت المصري ريلاكسيشن. طب ليه؟ قال لك اصل اسمي نيتروس اوكسيد اختصاري ان او، فنو. تمام، يبقى نو سكيلت المصل ريلاكسيشن. ندخل على الحاجه اللي بعدها، الحاجات اللي اخرها فلوران، ايزو فلوران، ان فلوران، ديس فلوران، اند سيفو فلوران. ملاحظين ان اخرها فلوران، فلوران مش فلور واحد. قال لك قبل كده بقى زمان زمان قالوا كده ان هو ايه؟ اي المركب اللي ليها رئيسين بتغرق، صح؟ كلمه فلوران دي مثنى، فالمركب اللي ليها رئيسين بتغرق. يعني ايه؟ يعني رغم ان هو ليها رئيسين بوتنت اهو ورابد اهو، ولكن بتغرق. بتغرق يعني ايه؟ يعني ان اديكويت انالجيزيا. اساسا الهدف الاهم من الانستيزيا ان احنا نسكن الالم عشان المريض ما يحسش بالم اثناء العمليه. تمام، فايه؟ بتغرق ان اديكويت انالجيزيا، على الرغم من ان الرئيسين بتوعها بوتنت ورابد. طيب يبقى احنا خلاص عرفنا فلوران المركب اللي ليها الرئيسين بتغرق، على الرغم ان هي بوتنت، على الرغم ان هي سبيد، ولكن ايه؟ ان اديكويت انالجيزيا، بتغرق. طيب نيجي على السكيلتال ماسل ريلاكسيشن، هنلاقي كله اديكويت سكيلتال ماسل ريلاكسيشن ما عدا الان فلوران. طب ليه يا ان فلوران؟ ليه هتشذي يعني عن القاعده كده وتبوظ لنا السكيما؟ قال لك ان هي عشان اسمها ان فلوران فبدأ بكلمه ان، فبالتالي تبقى ان اديكويت انالجيزيا وان اديكويت سكيلتال ماسل ريلاكسيشن. مش ايه؟ مش عايزه تسمي الاثنين على اسمها. تمام تمام يبقى تاني نتكلم عن كل واحد لوحده. قلنا اول حاجه الامثله ان زينون، ها هالوسين، تمام، وايه؟ اي حاجه اخرها فلوران والنيتراس اوكسيد. طيب هنقارن ما بين الزينون وبين الهالوسين. قلنا زينون ده زينهم احسنهم، ده رابيد سبيد، ده اديكوت انالجيزيا واديكوت سكيلتال ماسل ريلاكسيشن، كمان ايديال ولكنه اكسبنسيف، غالي شويه. طب نيجي على الهالوسين العكس تماما، هو بوتنت مش ويك، هو مودريت مش سبيد، هيبقى ان اديكوت انالجيزيا وان اديكوت سكيلتال ماسل ريلاكسيشن، وكمان هيبقى رخيص مش غالي، علشان هو ما هو اساسا ما فيهوش ميزه، يعني يخرب بيتك مش لاقي لك ميزه.
تمام ماشي. نيجي على نيتريس اوكسيد. نيتريس اوكسيد قلنا ده جدع جدا، هيسندل معانا في حركه صغيره. الحركه الصغيره دي ايه؟ هي سكيلتال ماسل ريلاكسيشن. قال لك ان نيتريس اوكسيد ان او، فبالتالي ايه؟ نو سكيلتال ماسل ريلاكسيشن. اما الباقي هو جدع جدا، بيبقى ايه؟ بوتنت، بيبقى رابد، بيبقى اديكويت انالجيزيا، وايه؟ بيمنتين كمان الانستيزيا. ماشي. طيب نيجي على الحاجات اللي هي ايه اللي هي اخرها فلوران. قلنا المايكب اللي ليها رئيسين بتغرق فلوران مثنى، تمام، ليها رئيسين، رغم ان على الرغم من ان هم بوتنت، على الرغم من ان هم سبيد، على الرغم من ان هم اديكويت سكيلتال ماسل ريلاكسيشن، الا ان هي بتغرق ان اديكويت انالجيزيا. طيب هل كلهم اديكويت سكيلتال ماسل ريلاكسيشن؟ لا، قال لك ان الانفلورون، انفلورون بيشذ عن القاعده دي، وبيقول لك ان هو ان اديكويت سكيلتال ماسل ريلاكسيشن، علشان عايز يسمي الاثنين على اسمه، يبقى ان اديكويت انالجيزيا وكمان ان اديكويت سكيلتال ماسل ريلاكسيشن. طيب نيجي بقى على ايه الادفانتج. قلنا خلاص الايزينون دوت ايديال، وقلنا الهالوسان ده تشيب. ندخل بقى ايه على والنيتريس اوكسيد، قلنا ان هو بيمنتين الانستيزيا، ما هو جدع. طيب نيجي بقى على حاجتين الباقيين، ديسفلورون والسيفلورون. الديسفلورون اولها دي اي صح، اللي هي نفس بدايه كلمه ديكريز، فبالتالي هو بيقلل، بيديكريز الانترا اوكيولار بريشر. طب لما يقلل الانترا اوكيولار بريشر، فبالتالي هيستخدم في الاي سيرجري، تمام. طيب السيفلورون بدايتها كلمه سيفو، او حاجه جايه من سيف كده، فهو بيحافظ، بيسيف الكاردياك والريسبيراتوري بيشنت، فبالتالي احنا بنستخدمه لايه؟ هو سيف للايه؟ للكاردياك اند ريسبيراتوري بيشنت. حلو الكلام، حلو الكلام، سهل الجدول ان شاء الله سهل. ندخل على الجدول اللي بعده. قد يبدو ان هو اكبر من اللي فات، ولكن برضو ان شاء الله هيبقى لطيف يعني، ما تقلقوش. ابتدي اوديها فين؟ طيب انا للاسف مضطره اخبي حته من الجزء اللي فوق دوت، بس يعني ايه، ان شاء الله هنستنتجه يعني. ده كده باربيتيوريت، والمثال اللي تحته مكتوب ثايوبنتون، تمام ماشي. الحقيقه يعني مش عارفه الامثله، مش عارفه ابداها ازاي، ولكن هنقول كان يا مكان باربي كلت اخوها بسرعه. يعني ايه بقى؟ خلينا نفسر الكلام ده، انا ابتدي مضايقاني، هننزل تحت وبعد كده لما نعوز هنبقى نجيبها. ماشي. كان يا مكان باربي كلت اخوها بسرعه. باربي مين؟ باربي تيوريت. كلت ايتوميديت، ايت ماشي. اخوها برو، برو برو، مش هنقول لاخونا برو كده؟ ماشي. طيب بسرعه، عشان ايه نجيب بقى اللي هو السكيما؟ هنقول ليه بنقول ليه باربي كلت اخوها؟ عشان نقول ان هي بسرعه. بسرعه يعني ايه؟ يعني رابيد اندكشن. خلاص كده، يبقى باربي كلت اخوها بسرعه، رابيد اندكشن. طب لما نيجي نرجع بقى، باربي عادي مش مستعجل، مودريت ريكفري. كلت برضو او ايتوميديت مش مستعجل برضو، مودريت ريكفري. طب اخوها؟ لا، ده هيجري، هيجري قبل ما يتاكل، يبقى فيري رابيد ريكفري، تمام. طيب الحاجه الثانيه، لما نيجي نتكلم على ال ماشي، لما نيجي نقول فين البنزين، فين البنزين؟ ايه ده، انت لسه هتدور ولا ايه؟ انت لسه هتدور، انت كده بطيء قوي، يبقى بطيء. اندكشن، اندكشن وريكفري، سلو اندكشن وسلو ريكفري. فين؟ اللي هي فنتانيل، تمام، والبنزين اللي هو بنزو ديازيبين او الديازيبام. خلينا الاول نقول انه الامثله يا شباب، احنا حفظنا الانهاليشن جنرال اناستيزيا او الامثله بتاعتها، هنيجي على الانترافينس هنا اي حاجه غير الانهاليشنال، تمام تمام طيب ماشي. يبقى فين البنزين؟ ايه ده انت بطيء قوي، انت لسه هتدور. يبقى ايه؟ يبقى الفنتانيل والبنزو ديازيبام ده سلو، سلو. طيب ماشي. الحاجه اللي بعد كده نيجي على ايه؟ الكيتامين. الكيتامين اخر حته فيها، اخر حته فيها كلمه امين. احنا لما بنيجي ندعي ونقول امين يعني مش عارف ايه وكده، بندعي يعني ايه؟ بسرعه متوسطه، ولا احنا بنبقى بسرعه رابد ولا بنبقى ايه؟ سلو. فهي مودريت، مودريت اندكشن اند مودريت ريكفري، تمام. دي كده كانت اول خانه. طيب نيجي على الخانه الثانيه، الفوميتنج اند بين. قال لك ان هو يعني حد بيقرف من كل الناس كده، وهيرجع اول ما يشوف اي حد، ما عدا اخوه وابوه. اخوه دي البنزو دايازيبين، هنسكمها بحاجتين، هنسكمها بان هو ابن بن، وايه واللي هو الجزء الثاني بقى اللي هو البنزين، تمام. يبقى هيرجع لما يشوف اي حد من الناس، ما عدا ايه؟ ما عدا ابنه واخوه، يبقى بن وايه وبرو، هما الاثنين بس اللي انتي ايميتك، الباقي كله هيبقى فريكوينت فوميتنج، فريكوينت فوميتنج، فريكوينت فوميتنج، تمام. طيب نيجي على الحاجه الثانيه البين.
باربي دي شريره جدا شريره جدا، حتى يعني حتى لما تيجي تاكل اخوها هتبقى عايزاه يحس بالالم، فهي انتي انالجيسك، عايزاه يحس بالالم مش عايزه يبقى فيه بين. طيب نيجي على الاوبيويد. الاوبيويد ده احنا قلنا ان هو اساسا الهيروين والافيونات والحاجات دي، الحاجات دي اساسا سترونج انالجيزيا، فهي ايه انالجيزيا دي حاجه ايه بديهيه. طيب نيجي على الكيتامين. كلمه كيتامين جايه من كيتي، شايفين كيتي اهي انا جايبها لكم مخصوص والله. حاجه يعني ايه لطيفه خفيفه كده، فايه طبيعي هتبقى بتتكلم مثلا كانها بتتكلم على اطفال، حد مش هيستحمل الالم، فهي ايه انالجيزيك. تمام. طيب نيجي على ايه السكيليتال ماسل ريلاكسيشن. السكيليتال ماسل ريلاكسيشن اول حاجه هنيجي على البن. الابن ابن طبيعي يبقى حنين ريلاكس حاجه كده ايه، فيعمل ايه اديكوت ريلاكسيشن. طيب نيجي على الايتوميديت، هتحس في نطقك للكلمه كده تحس ان انت بتقول له ايه يا توم، ايه يا توم بتعمل انفولنتري موفمنت اللي بتتحرك حركات غريبه ليه، فايه فالايتوميديت بيتميز بان هو بيعمل ايه انفولنتري موفمنت. طيب نيجي على الاوبيويد، هيعمل سبازم. طيب هنسكنها ازاي؟ هنقول ايه فنتانيل بيعمل سبازم وراجع. تمام. يبقى ايه يا توم بتعمل حركات غريبه ليه، وهنقول فنتانيل هيقول لك ايه بيعمل سبازم وراجع. طيب نيجي على البروبوفول او اللي هو اللي احنا كنا سكناها ان هو الاخ. الاخ ده بقى خلاص يعني عاد لينتقم، فاول ما اخته هتشوفه هترعش، هيحصل لها شيفرنج. تمام. يبقى الاسكيت المطلع هيحصل ايه شيفرنج، عشان نربطها بالقصه اللي احنا قلناها يعني. تمام. طيب نيجي على الامنيزيا. فاكرين لما قلنا فين البنزين، فين البنزين ده بيسال ده كده ناسي، يبقى ايه امنيزيا. يبقى فين والبنزين فنتانيل فيها بارشيال امنيزيا، والبنزين بنزو ديازيبين او ديازيبام المثال بتاعها ديازيبام يحصل فيها برضو امنيزيا. طيب نيجي على اخر حاجه بقى اللي هي الكلينيكال يوزس. ماشي. كلينيكال يوزز الباربيتوريت. باربي احنا عارفين ديت اللي هي العروسه باربي دي بيبقى شكلها حلو، شكلها حلو يعني ايه؟ يعني هتعالج العين، لو لما نشوفها كده اللي هو يتصار العين ومش عارف ايه، شريره بس يعني ده ما يمنعش ان هي جميله معلش. تمام. يبقى ايه هتستخدم في الاي سيرجري. تمام. طيب مش احنا قلنا ان هي باربي كانت اخوها بسرعه، معنى كده ان هي سريعه، فبتستخدم في الاندكشن بتاع الجنرال انستيزيا سريعه. تمام. يبقى عشان هي جميله يبقى اي سيرجري، وعشان كانت اخوها بسرعه فهي ايه بتستخدم في الاندكشن بتاع الجنرال انستيزيا. طيب البنزو ديازيبين او الديازيبام المثال بتاعه بتستخدم في حاجه اسمها ستيتس ابيليبتيكس. فاكرين لما قلنا ان هو اصلا انتي ابيليبتيك مضاد للصرع، فهو ايه الكلينيكال يوز بتاعه ان هو ايه انتي ابيليبتيكس. طيب الايتوميديت برضو نفس السكيما، ايه يا توم بتعمل ديب سيديشن ليه؟ قال لك عشان ده عيان قلب، فالكلينيكال يوز بتاعته ان هو ايه بيعمل ديب سيديشن للكريتيكال ايل بيشنت، وكمان بيستخدم في الجنرال انستيزيا للكاردياك بيشنت. ايه يا توم بتعمل ديب سيديشن ليه؟ قال لك عشان ده في كارد ده في عيان، عشان ده عيان قلب. فايه دي تفكرنا بالحاجتين. طيب نيجي على الاوبيويد برضو هنستخدم نفس السكيما. الاوبيويد فنتانيل بيعمل عمليه صغيره في القلب وراجع، ماينور كاردياك سيرجري. فايه الكلينيكال يوز بتاعته؟ ماينور كاردياك سيرجري. فنتانيل بيعمل عمليه صغيره في قلب ورجل. طيب الكيتامين قلنا كيتي يعني الطفل، فهي بتصطدم في البيديتريك سيرجري. طيب طبيعي طالما هي بتصطدم في البيديتريك سيرجري يبقى مش هنستخدمها في الايه في الـ في الـ في الاولد ايج. دي حاجه. الحاجه الثانيه ثواني بقى عشان احنا نسينا حاجه يا شباب. ماشي. الحاجه الثانيه بصوا، مش احنا قلنا ان هي هتفكرنا بالاطفال. الاطفال بيبقوا يعني ليهم دماغ لوحدهم كده، بيبقوا في عالم تاني. حاجة اللي هي هتفكرنا بايه بديسوشيتيف اناسيزيا، اللي هو حد هيبقى مش فاقد الوعي ولا حاجه، ولكن هو مش معانا، مش مركز معانا، متلوه مهلوس كده. تمام. دي هتفكرنا بايه بان هي الكيتامين اطفال فديسوشيتيف ايه اناسيزيا. تاني حاجه دريم لايك ستيتس. دريم لايك ستيتس يعني ايه؟ برضو الاطفال بيبقوا ايه عارف انت، لا انا عايش ومش عايش، مش عمرو دياب يا جماعه استنوا بس، مش عمرو دياب. بيتكلموا على ايه ان هو دريم لايف، حياتهم كلها ايه خيال بقى ومش عارف وحاجات كده. طيب فايه فالكيتامين بيبقى في امنيزيا برضو، البلاس دي عشان امنيزيا بيبقى فيها دريم لايك ستيتس، بيبقى فيه ديسوشيتيف انستيزيا. هتفكر نفتكرها ايه ان هم ايه يعني هتفكرنا بالاطفال. كيتامين فكرنا بالاطفال، بيدياتريك سيرجري، دريم لايك ستيتس، ديسوشيتيف انستيزيا، وامنيزيا كمان الاطفال برضو ايه مش بيركزوا قوي في الاحداث يعني. تمام. ماشي. طيب
لهذا السبب احنا ما ينفعش نستخدمها في psychiatric patient، وما ينفعش نستخدمها في old patient. ما هو احنا لو استخدمناها في psychiatric patient، حد عنده مشكلة psychology في دماغه وهي اساسا بتعمل dissociative anesthesia، احنا كده بنزود الطينة بلة، ده انت كده هتوديه في داهية. طب لو استخدمناه الاولد ايج، الاولد ايج اساسا يا عم الحاج هو كده كده عنده امنيزيا، هتخليه يفقد الذاكره اكتر واكتر، فلا ما ينفعش ولا في اولد بيشنت ولا في سيكاتريك بيشنت. طيب البروبوفول، مش احنا قلنا ان هو سريع، هي بيجري بسرعه عشان ما يتاكلش، فهو بيستخدم في الشورت اوبريشن في الوان داي سيرجري. ده كده ايه، نقول تاني بسم الله. باربي كانت اخوها بسرعه. باربي ايه ده؟ ماشي، قلنا باربي كلت اخوها بسرعه، باربي باربيتوريت، تمام، كلت ايتوميديت اخوها بروبوفول، وايه بسرعه عشان نقول ان هو رابيد اندكشن، تمام، الثلاثه دولت ايه، رابيد اندكشن. طيب نيجي على الريكفري، لا باربي هترجع مودريت عادي، ايتوميديت هيرجع مودريت عادي، بروبوفول لا ده يا فكيك فيري رابيد، فيري رابيد عشان قبل ما يتاكل. طيب ماشي، تاني حاجه فين البنزين؟ ايه ده انت لسه هتسال، انت بطيء قوي بطيء قوي، فسلو اندكشن وسلو ريكفري، فين البنزين؟ فنتانيل وايه وبنزو دايازيبين. طيب طار برضو تاني، فين البنزين؟ ايه ده انت ناسي ولا ايه؟ يبقى كده ايه، في امنيزيا، فين بارشال امنيزيا وايه والبنزين اللي هو ايه امنيزيا برضو. طيب ماشي، طيب بالمره ناخد الكتامين. الكتامين قلنا ان هي تفكرنا بالاطفال، فهم بيبقوا ايه دريم لايك، بيبقوا حياتهم كده يعني هوائيه كده، دريم لايك كانهم عايشين في حلم، يبقى ايه دريم لايك ستيتس، بيبقى فيه جزء امنيزيا تمام، ويبقى فيه ديسوشيتيف امنيزيا، فيه هلوسه كده، او اللي هم ايه دماغهم مش معانا، تمام ماشي. طيب طيب الكيتامين برضو عشان نقول ايه ان هو امين، في الدعاء احنا بنبقى مودريت، ولا سرعه قوي ولا بطء قوي، فايه مودريت سبيد، مودريت اندكشن ومودريت ريكفري. طيب نيجي على الفوميتنج، قلنا هيرجع لما يشوف اي حد في الشارع ايه ما عدا ايه اخوه وابوه، عشان هما من نفس العيله فمش هيعرف منهم ولا حاجه. ماشي، ابوه اللي ابوه ايه ابنه بنزودايازيبين انتي ايميتك، وايه والبروبوفول هو انتي ايميتك برضو. طيب نيجي على البين، باربي شريره جدا، حتى وهي بتاكل اخوها عايزاه يحس بالالم، يبقى انتي انالجيسك. طيب الباقيين كيتامين، ده طفل ده مش هيستحمل الالم، يبقى انالجيسك. طيب نيجي على الفنتانيل او الاوبيويد اللي هو اساسا مخدر، او اللي هو احنا الناس بتستخدمه، ده جداول اساسا، فهو ايه انرجيستك، ده هو مسكن قوي جدا. طيب نيجي على السكيلتون ماسل، قلنا الابن بيبقى حنين، يبقى ايه اديكوت ريلاكسيشن. طيب ايه يا توم بتعمل انفولنتري موفمنت ليه، او بتعمل حركات غريبه ليه؟ فهتفكرنا الايتوميديت في انفولنتري موفمنت. طيب نيجي على الاوبيويد، فنتانيل بيعمل سبازموريا. طيب نيجي على البروبوفول، عاده لينتقم، اخته لما تشوفه هيحصل لها شيفرنج، شيفرنج يعني ايه رعشه، تمام، البروبوفول بيعمل سكيلتال ماسل شيفرنج. ماشي، قلنا الايه الامنيزيا، ندخل على اللي بعدها الكلينيكال يوز، الباربيتوريت قلنا ان هي جميله، فايه فرصان في الايس سيرجري هتداوي العين كده، ايس سيرجري تمام ماشي. وعشان هي سريعه كمان برضه كانت اخوها بسرعه، فبتري ايه اندكشن اوف جنرال انستيزي. طب البنزودايازيبين او الدايازيبام، خدوا بالكم ممكن السؤال يجي بصيغه اللي هو اسم المجموعه باربيتوريت او ايه ثايوبنتين، ثايوبنتون ممكن تيجي بنزو ديازي ديازي بان او بنزو ديازي بين، او يجي ايه الاسم المثال بتاعه اللي هو ديازي بان، ممكن يجي اوبيويد او فنتانيل، فخدوا بالكم احفظوا الاسمين. طيب نرجع لموضوعنا، البنزو ديازي بين او ديازي بان ده ايه انتي ابيليبتيك، في صنف ستيتس ابيليبتيكس تمام. طيب ايه يا توم بتعمل ديب سيديشن ليه؟ قال لك ان هو ايه عيان قلب. طيب يبقى بيعمل ديب سيديشن في الكريتيكال ال بيشنت، وبيعمل ايه جنرال انهيزيا للكاردياك بيشنت. طيب الاوبيويد فين؟ فنتانيل بيعمل عمليه قلب صغيره وجاي. طيب كيتامين قلنا كيتي حاجه صغيره بيدياتريك سيرجري، طيب مش فبالتالي طالما هو بيستخدم في الاطفال يبقى مش هيستخدم في الاولد ايج، وطالما هو بيعمل ديسوشيتيف انستيزيا فمش هيستخدم في السايكاتريك بيشنت عشان ما نزودش الطينه بله. نيجي على البروبوفول، قلنا ان هو ايه هيجري بسرعه يا فكيك، فيستخدم في الشورت اوبريشن و وان داي سيرجري. عايزه اقول حاجه بقى، احنا في الاجزاء اللي فاتت كلها عملنا زي كوزات صغيره كده او اسئله في النص عشان نراجع يعني على الكلام ده، ولكن في الجدولين دول بالذات واللي الدكتوره اكدت عليهم، عايزاكم انتوا اللي تجيبوا ورقه وقلم او تعملوه وورد زي ما تحبوا، وتملوا الجداول دي بنفسكم، تختبروا استيعابكم ليها او حفظكم وفهمكم ليها يعني. اعملوا الجداول دي وصوروها وابعتوها للاكونت او للبيج بتاع نجاح، واول اتنين هيبعتوا الجداول متجاوبه اجابات صحيحه ليهم جايزة عندي إن شاء الله، يستلموها مني في المقر.
كده احنا نقدر نقول ان احنا الحمد لله وصلنا لنهاية محاضرتنا. ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او نسيان فمن نفسي ومن الشيطان. لو عايزين اي حاجة اسألوا عنها، بعتوا الاكونت او للبيج وهنرد عليكم، يعني اللي عايزين تفهموه او اللي عايزين تسألوا عنه. في الختام بس عايزة اقول لكم، اوعوا تسلموا ودانكم للشيطان. اوعى يقولك انت ايه اللي جابك هنا، اوعى يقولك ده مش مكانك. ما تخليهوش يقنعكم ان المجهود اللي بتبذلوه ملوش فايده، وان طالما انت مش بتلاقي تعبك يبقى اللي ذاكر واللي ما ذاكرش سواء، واللي غش زيهم. لا ده مش حقيقي. ما تنسوش يا حبايبي اننا على صغر من صغور الاسلام. ما تنسوش ان كل حرف بنقراه في الطب لو نوينا بيه مساعده مريض على الشفاء باذن الله، فاحنا كده بناخد اجر على النيه، وبناخد اجر كمان على مذاكرتنا للمعلومات دي. استعيذوا بالله من وساوس الشيطان، واخلصوا النية لله عز وجل، واتقنوا عملكم، اتقنوا عملكم، وافتكروا دايما اننا بنؤجر على السعي وعلى النية مش على النتيجة. ساعتها هتبقى دراستك عبادة لله عز وجل. ربنا يتقبل منا ومنكم، ويوفقكم يا رب ويسدد خطاكم. اتمنى اكون كنت ضيفة خفيفة على قلبكم كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.